فلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا عليهم من الأمر استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة في شمال المدينة. أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحارات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. وجدد النبي العهد مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من الجنوب. نحن نحرس الخندق في دوريات متتالية، وحماية الجبهة الداخلية في المدينة، وطمأنة القلوب على الأهل والمال والأولاد، فقد وضعهم رسول الله في أحد حصون المدينة. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع بكعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له. ويحك يا كعب، افتح لي. ويحك حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاءً وصدقاً. ويحك يا كعب. فلم يزل حيي بكعب حتى سمح له في نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محاربته مع الأحزاب. لقد غدر بنا يهود بني قريظة، وقد اشتد الحصار علينا. لقد تجمعت العرب على قتالنا، والمنافقون والوثنيون واليهود. إن رسول الله قد وعدنا بالنصر من عند الله، وأن الله منجز وعده، فلقد رأيت رسول الله يدعو عليهم ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فأعتقد أن محمداً سيصبر كثيراً على هذا. كل العرب من أمامه وخلفه لن يستطيع الصمود طويلاً. ارموهم بالدمال، هيا هيا. وهزم الله الأحزاب بحوله وقوته، واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فزلزل قلوبهم، ثم أنزل عليهم الريح الشديدة فزلزلت أبدانهم في ليلة مظلمة باردة، فقلبت قدور المشركين. واقتلعت خيامهم وأطفئت نيرانهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل، وكانت ريح الصبا من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. وبعدها بدأ تأديب بني قريظة بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل حكم الله فيهم، وكان جزاء وفاقا لما فعلوه. وظلت قريش تكابر وتحارب المسلمين في كل وقت حتى وصلنا إلى الحديبية. بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية، لقد كان ليهود خيبر
دور ماكر في تحرك الأحزاب. فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا. آن الأوان للخلاص منهم أيضا. النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود. هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر ما زالوا على غدرهم وكفرهم وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس، أي الجيش. أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له. وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت عائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. يفتح الله على يديه، ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي. فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، علام أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدعوة إلى الله قبل القتال، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. كتب الله النصر على يهود خيبر وفتحت حصونهم بفضل الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وعندما وصلت رسالته إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة، فلما قرأها مزقها، فدعا رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق. غدا نقاتل الروم في مؤتة. هذا قتال لا بد منه، فقد أشعل عرب الشمال الصراع بين المسلمين والروم، وكذلك قتلوا سفير النبي. سننتصر بإذن الله، ولا شك في ذلك.